بقى نشوف التصريحات الخاصة به هنا المدير الفني لشباب بلوزداد الجزائري. هو اتكلم عن التعادل الفريق مع النادي الأهلي بدون أهداف، قال لك كده تحديدا: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي وأداء اللاعبين كان جيد، فعلنا كل شيء على أرضية الملعب. هو شايف إن هم عملوا كل اللي خلينا نقول في متناول إيديهم، عملوا أو بذلوا أفضل ما عندهم، ودي نقطة على فكرة مهمة جدا. تاني حاجة قال لك: تأثرنا بتساقط الأمطار اللي أحدثت عائقا أمام اللاعبين، ولكن في ذلك الوقت برضو خلقنا العديد من الفرص التي لم نستغلها. اختتم قال لك: أشكر كل جماهير نادي شباب بلوزداد اللي حضروا اليوم وهتفوا بشكل قوي خلال سير المباراة. طيب مجمل التصريحات دي نفهم منها إيه؟ نفهم منها إن رقم واحد هو راضي جدا على أداء الفريق بتاعه، شايف إن هم ما عملوش أي تقصير، علق شوية يعني النتيجة على فكرة هنا الأمطار وإن كان في تأثير، ولو إن ده برضو مش سبب لأن ده كان على الفريقين، لكن في المجمل هو خارج بيتكلم إن هو بذل أفضل ما عنده وفي شوية رضا أكتر بقى على الصعيد التاني من النادي الأهلي ومارسيل كولر اللي قالك لا إحنا لم نكن الأفضل، ما لعبناش بالشكل الجيد. يعني هنا في شعور بالتقصير أكتر، لأن أنت فعلا كنادي أهلي أنت كان ممكن أن أنت يعني مع خلق الفرص الكتيرة اللي كان من شباب بلوزداد واللي كنت لسه بكلم حضراتكم متصدى ليها مصطفى الشوبير، وما فعلا لعبوا كويس، أنت كان ممكن على الصعيد التاني تقدم مباراة أفضل. فإحنا بنقول النتيجة جيدة أنك لسه متصدر، لكن فنيات ليس الأفضل، ربما شباب بلوزداد لعب أحسن منك. ده الكلام اللي نقدر نستشفه من كلا المديرين الفنيين. طيب تصريحات كابتن سامي قمصان برضو كانت مهمة جدا، خلينا نروح نستمع ليها ونرجع نكمل. نشوف الجانب الإيجابي، الحمد لله النهاردة في المباراة، النهاردة أنت تحقق النقطة وتصدر بيها المجموعة، ودي حاجة الحمد لله من الحاجات برضو الإيجابية بالنسبة لنا. يمكن الأداء بالنسبة لنا ما كانش أحسن حاجة، وده برضو ليه عوامل كبيرة بالنسبة لنا. لعيبة بقى لنا فترة كبيرة جدا بعيد عن المباريات، يمكن حتى حسيت المباريات الودية ما بتبقاش زي المباريات الرسميه، يمكن فرقه بلوزداد لعبت حوالي 6 أو 7 مباريات قبل المباراه ديت، فاديتها افضليه طبعا في الاداء، لكن برضو النهارده اللعيبه كافحت على قد ما قدرت يعني النهارده ووصلنا، وكان المقدر ان احنا نسجل هدف خصوصا في الشوط الاولاني، فرصتين سهلين جدا بالنسبه لنا سواء طاهر او حسين، حتى الشوط الثاني برضو جات لنا فرص، انا اعتقد لو كنا قدرنا نجيب واحده منها كانت هتدينا افضليه. في المقابل برضه هم يعني اضعاف، بس فرصنا اعتقد اللي كانت اخطر شويه منهم يعني، فاعتقد الحمد لله النتيجه بالنسبه لنا كويسه. ويمكن برضه احنا لو نفكر السنه اللي فاتت والدروب اللي حصل لنا في الدوري في المجموعات، اعتقد النهارده برضه تجربه كويسه بالنسبه لنا ان احنا مش عاوزين نحقق او مش عاوزين نرجع لنفس اللي حصل السنه اللي فاتت. النهارده الحمد لله النقطه بتخلينا مصدرين المجموعه، وعندنا مباراه بقى جايه ان شاء الله نقدر نركز فيها ونحسبها بشكل افضل ويكون ادائنا ان شاء الله افضل باذن الله. مباراه مهمه طبعا، عندنا مباراتين، مباراه في ارضنا ويانج ومباراه بره ارضنا. اعتقد الحمد لله برده ماتش النهارده ادينا برده يعني دخلنا في اجواء اكتر وحسست المباراه افضل ركز فيها، واعتقد ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها وان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله تحسم يعني المجموعه وموقف المجموعه ان شاء الله. خلينا نروح بقى من